يا احمراتك يا قلوبك، ايه الدلع ده كله؟ لو ما كنتش اتدلع عليك يعني اتدلع على مين؟ مش جوزي حبيبي؟ لو اعرف كده كنت جبت العربيه من زمان. مش موضوع عربيه، امال ايه؟ حلوه. موضوع ان انت بقيتش بترجع في كلامك معايا، وان انت حنين عليا، ودي اهم حاجه عندي. ما باخدش منك غير كلامه بس كده. طابت فين النور؟ نور ايه اللي هطفيه؟ هتنام بدري كده؟ ده انت مش فاهم؟ انت بتتكلمي بجد؟ طب مش كنت قلتي لي كده قبلها بنص ساعة؟ كنت جهزت نفسي يعني وحضرت نفسي؟ تجهز نفسك تعمل ايه يعني؟ يعني هتشطف، اخد دش، احط كلونيا. يا سيدي بعدين، لو ما طفتش النور دلوقتي انا هرجع في كلامي. ده انا هطفي النور واقطع الكهرباء عن السد العالي. غطوني، انا جسمي بينشر جامد من البرد. على جبني وعلى صوابعي. مضاد الحيوي هدا شويه يا خالتي، كل النيل سخن وبيخطر، فانا عمال اعمل لك خمادات. الف سلام عليك يا خالو. مشكله بس في الحراره اللي عماله تطلع وتنزل دي. شكله كده دور برد جامد يا اخويا. ما تعمل حاجه يا سكرينة بدل ما انت قاعد تتفرج كده. انا هعمل ايه يا عامل ايه؟ ما انا زعلان برضه وانت بتتفرج. انا انتي انا شايفه هتضل ان انت تروح المستشفى. وهي يا ابني المستشفى هتعمل ايه اكتر من اللي احنا عاملينه؟ اي مستشفى برضه تعرف اكتر مني ولا ايه؟ شويه كده يا ابني، لو بلاش ناخده المستشفى. عم محمود. نعم يا هاني. هو عبد الله لسه ما جاش؟ لسه يا هاني. غريب قوي، عمره ما اتاخر. طب خلاص روح انت. اي عبد الله. انا اسفه، معلش، ممكن اكلم عبد الله؟ ايه ماله؟ طمنا يا دكتور حسام. لا بسيطه ان شاء الله. انا الحقنه اللي اتهاله دلوقتي هتنيمه، اهم حاجه الادويه والحقن دي ياخدها في موعدها، والاهم الراحه التامه.